مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا حوار مهم جدا مع قداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطرك الكرازه المرقسيه. هذا الحوار اللي سجلناه منذ ايام قليله، والحقيقه ان الحوار فيه مناقشات مهمه لقضايا اكثر اهميه. هنتكلم على زياره الرئيس السيسي القادمه لواشنطن، هنتكلم على زياره الفاتيكان، زياره بابا الفاتيكان القادمه لمصر، وهي زياره نادره من نوعها. البابا تودروس ايضا اتكلم معانا على غضب الاقباط، غضب الشباب القبطي وكيف يسمع ويستمع الى غضب الشباب القبطي وكيف يتعامل معه. اتكلم ايضا على نزوح بعض الاسر القبطيه المصريه القبطيه من العريش، وهو يرى ان هذه الاسر ستعود سريعا الى ديارها عندما تتحسن الامور، وبالفعل ابتدينا نشوف بعض دلائل عوده هذه الاسر. هنتكلم عن الطلاق، هو شايف انه القضايا او الاسر المسيحيه او قضايا الطلاق المسيحيه اللي هي معلقه لا تتعدى 3000 قضيه، وده هنا كان في بيننا نقاش واسع الحقيقه وربما مطول في هذه القصه. بيتكلم ايضا على قانون بناء الكنائس وتطبيق هذا القانون اللي هو صدر اخيرا، وقانون الاحوال الشخصيه المتوقع ان يصدر قريبا. الحقيقه انه حوار مطول اكثر من ساعه، اتمنى ان هو طبعا يعني اظن ان هو بيقدم معلومات مهمه جدا، كما انه يكشف عن اراء البابا تودروس الثاني في الكثير من القضايا. رجل وطني، رجل يعني الحقيقه امامه الكثير من القضايا، لكن يتعامل مع كثير من هذه القضايا بحكمه وبسلام، في سلام كده دائما في قلب البابا تودروس. هنشوف ده بعد حوالي يعني نصف ساعة من الآن، لكن عندنا مجموعة أخبار مهمة سنبدأها من لقاء القمة الذي عقد بين الرئيسين السيسي والعاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى، حيث استقبلت القاهرة جلالة ملك البحرين منذ ساعات قليلة في قمة قبيل القمة العربية. احنا شايفين ان احنا في تصاعد في الأنشطة العربية للرئيس السيسي في محاولة لتنسيق الملفات قبيل القمة العربية في الأردن اللي هي يوم 29 إن شاء الله. هذه القمة التي بدأت باجتماعات وزراء الخارجية الآن في البحر الميت، ومن الواضح أن في تنسيق عربي مستواه رفيع أكثر من المستويات اللي كنا بنراها في القمم الماضية. متوقعين لقاء مصري سعودي على هامش هذه القمة، متوقعين لقاء رباعي يتحدث عن القضية الفلسطينية ويوحد الآراء العربية حول القضية الفلسطينية قبيل رحلة الرئيس السيسي إلى واشنطن، واللي متوقع أن تكون مطلع الأسبوع المقبل. متوقعين أن يكون في موقف عربي واحد يخرج من هذه القمة يتعلق بالمبادرة العربية التي كانت في بيروت، في قمة بيروت، يتعلق أيضا بموقف العربي والرأي العربي من القدس، يتعلق أيضا بحل الدولتين. دي قضايا ثابتة لا خلاف عليها، الموقف العربي واضح، والآن يجب على العرب أن يقفوا موقفا واضحا كي يقفوا أمام يعني التغول الإسرائيلي على ومحاولة التأثير على القرار الأمريكي. أيضا البحرين بتلعب دور مهم في التوفيق والتقريب بين المواقف المصرية السعودية كي تتلاشى أي شوائب أو أي نذر للخلافات. الحقيقة أنه بالفعل في بشائر لعلاقات أفضل، أرامكو رجعت شحنتها البترولية، لكن البحرين أيضا ودول الخليج كلها الحقيقة لعبت دور مهم في هذا الأمر. التصريحات التي صدرت منذ قليل في بيان رئاسي يتحدث فيها الرئيس السيسي أن أمن البحرين وأمن الخليج هو أمن مصر وجزء من أمن المنطقة العربية، وهو قضية تهتم بها مصر في المقام الأول. دكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور معتز مساء الخير. مساء الخير أستاذ أمين. دكتور معتز. أيوة يا فندم، مساء الخير. ألو. مساء الخير يا دكتور. أهلا بيك أستاذ. أهلا بيك. يعني تصاعد النشاط العربي للرئيس السيسي قبيل القمة العربية في الأردن، لقاءات ثنائية متتابعة، ودلو النهاردة في القمة المصرية البحرينية، يعني تفسيرك لده وأهميته؟
هو مصر عليها مهمة إنقاذ القمة، والأهم من إنقاذ القمة إنقاذ العرب. يعني القضية الآن ليست فقط أن تخرج القمة بشكل جيد، لأنه لا يمكن أن تخرج بشكل جيد والعرب على هذا الوضع المزدري. يعني كنا في فترات سابقة نريد للدول العربية أن تتبنى موقفا موحدا من القضايا الكبرى، الآن أصبحنا نناقش كيف يمكن لنا إنقاذ الدول العربية نفسها من نفسها. والتحدي الحقيقة كبير، لأننا لا نريد أن نتدخل بالقدر الذي يسمح لدول أخرى أن تتدخل بشكل أكثر صخورا، ولكن في نفس الوقت عدم تدخلنا يعني أن بعض هذه الدول لن تستمر كدول بناء وستتحول لقبائل ذات أعلام، يعني قبيلة ألف في مواجهة القبيلة ب، الطائفة ألف في مواجهة الطائفة ب. فالحقيقة أنا أعتقد أن مصر طبعا بقيادة الرئيس السيسي عليها مهمة معضلة، ألا وهي إنقاذ العرب وليس فقط إنقاذ القمة. دعيني أذكر بأن هذه القمة هي 28، بمعنى أنه كان في 27 قمة سابقة على هذا، وكان في 3 قمم اقتصادية. إجمالا أداء العرب في القمم العربية لم يكن دائما على نحو مشرف، إلا لما نكون في مأزق شديد جدا. ربما أفضل القمم على الإطلاق هي القمة العربية التي حدثت في الخرطوم، انعقدت في الخرطوم بعد 67. بعد 67 اللي اتحد فيها موقف العرب ضد العدوان الإسرائيلي على مصر. نعم، ودي من المرات القليلة جدا اللي وجدنا العرب بشكل جدي وليس فقط بتسجيل مواقف تبنوا القضية العربية للدول التي احتلت أراضيها آنذاك، وبدأ يعني العرب يدركون تماما حجم المأساة التي كانوا يعيشونها. الآن الوضع أكثر صعوبة بكثير جدا جدا جدا، لأنه الأراضي العربية تمزق بأيد عربية وليست بأيد إسرائيلية. فمطلوب من العرب أن يكونوا جادين، وخليني أكون جريء وأقول بمنتهى البساطة، لا فكاكة من الموقف الذي نحن فيه إن لم يلتف العرب حول مصر. ولا أتحدث هنا بصفتي مصريا، وإنما أنا أتحدث بصفتي شخص لا يرى أن هناك طرح معتدل متوازن إلا الطرح المصري. ما مسألة أن هناك من لديه خوف مرضي من الشيعة، ومن لديه خوف مرضي من الغرب، ومن لديه خوف مرضي من الأتراك، لا أقول خوف عادي، الخوف العادي مفهوم، لأنه العلاقات متوترة بالفعل مع تركيا ومع إيران ومع الغرب إلى آخره. لكن في نفس الوقت لا يمكن أن تدار المسألة بمنطق أن نضحي بسوريا أو نضحي باليمن أو نضحي بليبيا كي نقطع يد إيران عن المنطقة، لأن كثير من هؤلاء الذين ينتمون إلى المنطقة العربية يدينون بالفعل بالمذهب الشيعي. نحن بحاجة لأن نعلي من قيم للأسف الشديد تحدثنا عنها كثيرا ولم ننفذها إلا قليلا، المواطنة داخل الوطن. يعني المواطن السوري أيا ما كانت ديانته أو مذهبه أو طائفته فهو في النهاية مواطن سوري، وبالتالي لا تحل قضيته إلا في داخل الأراضي السورية. مسألة أن سوريا أصبحت امتدادا لإيران، وبالتالي نعاقب الشعب السوري كله لأنه فيه حكومة تميل إلى المذهب الشيعي أو هي شيعية بالفعل، ستضيع سوريا بالكامل. مصر بحاجة، مصر عليها مسؤولية أن تقدم برنامج عمل واضح ومحدد، وعلى الدول العربية أن تستجيب وأن تساعد مصر في هذا الأمر، وإلا البديل هو أننا سنكون أسوأ مما نحن عليه الآن. وأيضا هناك مسؤولية أن الملف سيحمله الرئيس السيسي إلى واشنطن، بمعنى أنه زيارة الرئيس إلى واشنطن بعد ذلك يجب أن تأخذ الرأي العربي المجتمع حول بالذات مثلا القضية الفلسطينية. ربما لا يعني ربما سوريا المرة دي لن تتقدم المناقشات، لأن في رغبة في تجنيب القضايا الخلافية والاتحاد حول بعض القضايا اللي احنا متفقين عليها، واللي احنا متفقين عليه هو القضايا الفلسطينية. فواضح ان ده ملف هياخده الرئيس لدونالد ترامب. هو الحقيقة ان النجاح في اي ملف قد يكون نقطة البداية في النجاح في بقية الملفات، انما هي المعضلة بالفعل انه الملف الفلسطيني كذلك ملف شديد التعقيد، لأن الملف الفلسطيني الآن العرب في أضعف أحوالهم، والدخول في مفاوضات مع إسرائيل ونحن على هذا الضعف، والمفاوضات هي بتعكس في النهاية موازين القوة. فحقيقة نحن لن نجد أنفسنا نملك الكثير كي يعني نقدمه على سبيل التبادل
لاسرائيل فاعطونا كذا ونعطيكم كذا، يعني استراتيجيه ييلد اند شيلد المعتاده في التفاوض، ساحمي بعض الامور واقدم تنازلات في بعض الامور، ليست متوفره لدينا الان، نحن في اضعف، لكن ما نستطيعه هو الا يتدهور الامر في فلسطين اكثر مما هو عليه. صحيح. يعني الا نجد انفسنا في نقطه مثلا ان احنا بنتعامل مع نتائج او تداعيات قرار امريكي منفرد بنقل السفاره من تل ابيب الى القدس، أو مثلا أنه بالاعتراف بحق إسرائيل في أنها تضم الأراضي التي عليها مستوطنات في الضفة الغربية إلى آخره، لأن في هذه الحالة إحنا هنكون مش بس يعني في وضع سيء فيما يتعلق ببقاء الدول العربية، لا، حتى القضايا المركزية لن يعني يقال عننا أننا يعني إذا اجتمعنا لا ننفع صديقا ولا نضر عدوا. نعم. يعني ستكون نحن الآن في وضع أسوأ حتى منه. أشكرك دكتور معتز عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذن بحرينية قبيل الاجتماع العربي الموسع في القمة العربية في البحر الميت بالأردن خلال يومين بالضبط. البرلمان النهاردة الحقيقة كان في قضية مهمة جدا، تعديلات على قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. هذه التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب بالأغلبية هي تعديلات يرفضها يعني أكثر القضاة، خلينا نقول أنه عشان لا يتم الإجماع، من الواضح أن في رفض واسع من جمهور القضاة لهذه التعديلات. خلونا نشرح بالضبط إيه هي التعديلات دي. دي تعديلات اللي رفضها نادي القضاة من قبل وأعلن في بيانه أنه هو بيرفضها. هذه التعديلات بتسمح للسيد رئيس الجمهورية أن يختار رؤساء الهيئات القضائية من بين ثلاث نواب يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء والهيئة القضائية، الهيئة القضائية الموجودة ما بين أقدم سبع نواب. يعني هو الرئيس بتروح له أسماء وبيختار منها من هذه الأسماء من يراه أصلح لرئاسة هذه الهيئة القضائية. ده يعني دار حديث مختلف، هل هو متسق مع الدستور مختلف مع من الدستور، لكن من الواضح انه الهيئات القضائية بترى انه ده يعني تدخل في اختيار، اولا تغيير لنظام الأقدمية، تدخل في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وده ممكن يعني بالنسبة لهم إنه الجهة التنفيذية بتختار من له الولاء لهذه الجهة التنفيذية مثلا. على الجانب الآخر وجهة النظر الأخرى بتقول لا، بتقول ودي وجهة نظر مجلس النواب، بتقول لا إحنا بنوسع الاختيار كي لا تكون الأقدمية هي المحك وهي المعيار، وبالتالي ممكن يكون الأقدمية ده حد سنه كبير شوية فلا يستطيع أن هو يقدم مجهود، حد ليس بنفس هذه الكفاءة، يعني مش لازم الأكثر الأقدمية أو الأقدم هو الأصلح، ممكن يكون الأصلح حد تاني من النواب، فبالتالي هنا في خلاف في وجهات النظر. معي على الهاتف سيادة المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاء. مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ اميس، اهلا بك. يعني لماذا ترفضون هذه التعديلات؟ في البدايه احنا بنكن كل احترام وتقدير لمجلس النواب الموقر والاستاذ النواب، وبنقر ان هو مجلس النواب هو صاحب الاختصاص الاصيل بالتشريع، وان احنا لا نسلب ولا لا ننتقص ولا نسلب من حقه الاساسي والاصيل في التشريع، ولكن هناك ضمانات لاستقلال القضاء لا يمكن أن يتم التنازل عنها أو التفريط فيها على الإطلاق. نص المادة المقترح من مجلس النواب يعطي الحق للسيد رئيس الجمهورية باعتباره رئيس السلطة التنفيذية في اختيار رئيس السلطة القضائية، وما ردده السادة النواب أو الحجج التي ساقوها تبريرا للنص أنه توسيع دائرة الاختيار، طبعا ده كلام مردود عليه بأن هو المقترح المقدم منهم سبعة من أقدم النواب، مجلس القضاء الأعلى يختار ثلاثة ويرفع للسيد رئيس الجمهورية ليختار أحدهم. هنا الاختيار السيد رئيس الجمهورية اختيار منشئ، قراره هنا قرار منشئ، وبالتالي يعتبر اعتداء على استقلال السلطة القضائية، لأن السيد رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة 139 من الدستور
هو رئيس السلطة التنفيذية، ولا يمكن أن يتم السماح لسلطة أن تتخول على أخرى إعمالا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور. وبالتالي إذا 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 طيرنا النص فهناك تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وأمر مرفوض على الإطلاق. نادي القضاء تقدم باقتراح وأرسل لمجلس النواب ولمجلس القضاء الأعلى مؤداة أن يعين رئيس محكمة النقد من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى. هنا دائرة الدائرة متسعة لثلاثة من النواب. إيه الفرق؟ معلش اشرح لي كده يا سيادة المستشار. هنا الدائرة تتسع لأكثر لثلاثة نواب من أقدم نواب رئيس محكمة النقد. ولكن الفارق في أن هنا من يختار هو مجلس القضاء الأعلى، الاختيار قضائي. ويرسل الاسم الذي يختاره أو يرشحه مجلس القضاء الأعلى للسيد رئيس الجمهورية ليصدر القرار بتعيينه. وهنا قرار السيد الرئيس قرار كاشف. فأنت بتقول أن الرئيس لا يختار هو يعني، ولكن مجلس القضاء الأعلى هو الذي هو القرار المنشئ، وهو الذي يختار، والرئيس فقط يصدر القرار. تمام. استقلال القضاء بيقتضي حتما وبدون أي مواربة أن تظل الاختيارات القضائية بأيدي القضاء أنفسهم. كل الاحترام والتقدير للسيد الرئيس الجمهورية وقضاة مصر يحملون في قلوبهم مودة وثقة كبيرة جدا للسيد رئيس الجمهورية، ولكن النص وضع ليستمر. النص وضع ليستمر. احنا هنا ما بنتكلمش على رئيس سين والرئيس صاد، احنا هنا بنتكلم على نص زي ما حضرتك بتقول، نص مستمر لا علاقه له بان هو الرئيس السيسي اللي على سده الحكم او غير الرئيس السيسي. بالتاكيد برضه هناك من يعني مجلس النواب يثير بعض الساده النواب ان راي المجلس القضائي الاعلى راي استشاري، ولكن الراي ده طبقا للدستور يا فندم. طبقا للدستور الراي استشاري وفقا للدستور، ولكن راي القضاء لا يؤخذ عبثا، لا يؤخذ عبثا. هم ادرى بشؤونهم وهم ادرى بما بما يضمن استقلال القضاء. طب ارجو ان تكتب معايا. اتفضل يا فندم اتفضل. واذا كان راي الجهات القضائيه استشاري في مشروعات القوانين المقدمه منهم، الا ان هذا الراي ملزم للجميع اذا استند الى حق دستوري اصيل هو مبدا استقلال القضاء المنصوص عليه في الماده 184 من الدستور. وبالتالي هنا المشرع ملزم باحترام الدستور، ملزمين باحترام الدستور. هذا المبدأ الأصيل الخاص باستقلال القضاء مبدأ دستوري يجب على الجميع احترامه. يعني حضرتك بتقول يا سيادة المستشار أن هذا التعديل غير دستوري؟ بالتأكيد، بكل تأكيد. وطبعا النص بيصار أن نص المادة الحالي اللي هو المادة 44 التارية الآن بتعطي الحق للسيد رئيس الجمهورية في اختيار أحد نواب رئيس محكمة النقد على الإطلاق. ولكن هذا النص مقيد بالأعراف والثوابت القضائية، والثوابت القضائية لم يخرج عنها أي رئيس سابق، وبالتالي تحترم الثوابت القضائية تحترم. وهي كانت الثوابت القضائية هي اللي محصلة النص الحالي مع حواره دستوريا. طيب خليك معايا سيادة المستشار. أنا معايا سيادة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ومقدم هذا التعديل بقانون. سيادة النائب مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ لمين، ومساء الخير على سياده المستشار محمد جعد. استمعت طبعا لرد سياده المستشار، ماذا تقول في ذلك؟ سمعته الان فقط منذ نصف دقيقه. تفضل يا فندم. طيب هو معترض، يعني مجلس القضاء عفوا نادي القضاء معترض، بيقول ان النص هذا التعديل غير دستوري، هذا فيه تغول من السلطه التنفيذيه على السلطه القضائيه وخروج على الاعراف القضائيه المعمول بها، وان الدستور قد الزم حتى لو كان راي الهيئات القضائيه استشاري، ولكن الاعراف كانت تؤكد طول السنوات الماضيه ان يعني انه راي الهيئات القضائيه ملزم، وانه ده في مساس باستقلال القضاء. فماذا تقول؟ ان هم قدموا بالفعل مقترح اخر، فماذا تقول في كل ذلك سياده النائب؟ يعني يعطيني الفرصه. فضل. لو سمحتي يعني اتسع الصدر. اولا كل التقدير والاحترام للسلطه القضائيه، وكل الاجلال والاعزاز لنادي القضاء ورئيسه واعضاء مجلس الاداره. لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون عمل تشريعي يمس استقلال القضاء. ولا يمكن ان يكون الاعتداء على السلطه القضائيه ده صناعه التشريع. ولا يمكن ان يكون الاعتداء على السلطه التشريعيه وجهات نظر.
يراها البعض اعتداء ويراها البعض الآخر غير اعتداء. فالسلطة التشريعية حينما تسن أو تشرع القوانين هذا حقها الدستور، والسلطة القضائية موصولة لا يجوز المساس بها إذا ما تحدثنا عن أقضية أو نزاع بين الناس يحكمه القاضي من فوق منصته بقرار يصدره أو حكم يصدر. ووفقا للمادة 184 من الدستور قالت أن المسائل المتعلقة باستقلال السلطة القضائية عدم التدخل في شؤون العدالة وعدم التدخل في أقضية الناس، واعتبرها الدستور جريمة لا تسقط بالتقاضي. بمعنى أن هناك أمرين، أمر المتعلق بعمل القاضي وهو على منصته وده عمل قضائي لا يجوز المساس به والاقتراب منه جريمة، والعمل الإداري للقاضي أو التنفيذي للقاضي تنظيم وهو ليس فصل التنظيم للقاضي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عملا قضائيا لكنها تنظيميا إداريا بحتا، وهو المعني بتعديل 44 سلطة قضائية. فحينما تحدثت عن 44 اعتبرته في البداية في البدء أنه استحقاقا دستوريا لأنه مسألة تنظمها الأعراف وليس ولا ينظمها القانون. وبات من المحتم فيما يتعلق بهذه المناصب الرفيعة المرموقة المتعلقة بشيوخ القضاء لا يمكن أن نستمر كما كنا سائرون من قبل ينظمنا الأعراف في اختيار هذه. إيه الهدف من هذا التعديل؟ جاي لحضرتك أنا قلت لك اديني فرصة. طيب اتفضل. فلما كان هناك عرف ونظم الحديث عن الدستور أن المسائل المتعلقة بتعيين رؤساء الهيئات القضية تركها الدستور للقانون بات استحقاقا دستوريا يا أستاذ الهندس، لا يمكن السكوت عليه، بل أنه بيفرض نفسه بنفسه وفقا للنص الدستوري. وحينما يكون الحديث عن دستوري رفعت الأقلام وجفت الصحف لابد أن يتدخل المشرع تنفيذا للنص الدستوري والمشرع الدستوري، لابد أن نضع قانونا. فمارسنا حقنا فيما يتعلق بالتشريع وقبل كل ذلك وإعلانا ل 185 في أول جلسة عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أرسلت المشروع للهيئات والجهات القضائية المختلفة. حتى هذه اللحظة التي أتحدث مع حضرتك فيها لم يصل البرلمان ولا اللجنة التشريعية إلا ردا واحدا من مجلس الدولة رغم مرور ما يزيد عن 3 أشهر به إرسالا ثم استعجالا فاستعجال عشان نصل إلى ردا، حتى لو كان هذا الرأي استشاري لكن لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا كان تنفيذا للدستور أن نرسل المذكرة لأخذ الرد. طب هل رأيته أن عدم إرسال الردود من الهيئات القضائية ده استهتار بالمجلس مثلا، عدم اكتراث؟ لا، السلطة القضائية لا تستهتر بالمجلس والمجلس يحترم السلطة القضائية. طيب أمال ليه ما ردوش؟ ده السؤال ده مش ليا أنا، السؤال ده للمهم. نسأله لسيادة المستشار. بعدين حضرتك كمل لي. فورد لنا رد مجلس الدولة فيه رفض. ولم يرسلنا ردا من المجلس الاعلى للقضاء رغم انه تناقضته وسائل الاعلام والسوشيال ميديا يقولون ان مجلس القضاء اصدر بيانا صحفيا بالرد، ولم يصلنا الرد مكتوبا ولا من هيئه قضايا الدوله ولا من النيابه الاداريه. واعتبرنا ان كان هذا الامر غير هاما فيعتبره القانون لا في غايه من الاهميه. واذا كان عدم اكتراثه بالمجلس التشريعي او بالمجلس النواب اعتقد لا يمكن باي حال من الاحوال ان يتخيل متخيل ان السلطه القضائيه بقامتها المحترمه الا تكترث بهذا. فانتظرنا اسبوعا ثم اسبوعا فشهر ثم شهر ولم يصلنا ردا، فبات من المحتم ان نسير ونمضي في طريقنا في امر التشريع سواء كان في اللجنه او في البرلمان، وسن البرلمان ما سنه اليوم. اقول فيما يتعلق بفلسفته وتوقيته لا يمكن باي حال من الاحوال فيما يتعلق بالتوقيت ان نتحدث عن توقيتا مناسبا وتوقيتا غير مناسب، ولا يمكن ان يكون هناك تشريعا مهما وتشريعا غير مهم، فكل التشريعات على درجه واحده من الاهميه، وكل التشريعات لابد ان يكون هناك مناسبه اذا ما كانت تقتضي الظروف تقتضي ذلك. فحينما يكون الحديث عن دستور واستحقاقا دستوريا بات من المحتم ان يكون اول ما يتصدره حديث التشريع هو حديث الامور المتعلقه بالمستحقات الدستوريه. ثم بدأنا فيما يتعلق بفلسفة المشروع حينما تقدمت بالمشروع وعلمت عن طريق الإعلام أن مجلس القضاء رفض، وقابلت على نفسي أنا وزملائي أعضاء اللجنة التشريعية وكل البرلمان
أن يصدر اليوم بيانا صحفيا من المجلس الأعلى للقضاء، ثم في اليوم التالي نمضي في طريق التشريع، وقلنا احتراما لهم وانصياعا لما ذكر في الإعلام عن رفضهم لابد أن ننتظر ونعطي الفرصة حتى يصل إلينا الرد مكتوبا، عسى أن نرى في الرد إجابة أخرى أو بديلا آخر أو أسبابا مقنعة. ولم يصلنا الرد، ولا يمكن بأي حال نحاول أن نسكت أكثر من هذا. ثم رغم ذلك قدمت تعديلا على المشروع الذي تقدمت به بالكيفية التي صدر بها اليوم، أن يكون التشريع عفوا غاية الأهمية أن يصدر قرارا من رئيس الجمهورية فيما يتعلق ب 44 بقى. قرارا من رئيس الجمهورية باختيار واحد من بين ثلاث يتم اختيارهم من أقدم سبعة من المجلس الأعلى. حضرتك عدلت شوية، بدل ما كان الرئيس بيختار من أقدم سبعة اديتهم ان الهيئة القضائية ترشح الثلاثة دول والرئيس ياخد منهم، فأصبح الرئيس مقيد بالثلاثة دول، ومتقيد بالثلاثة الذي يتم اختيارهم بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء. خليك معايا يا فندم. ثانيا طيب، عشان بس اسمع رد سيادة المستشار. اتفضل. كلمة أخيرة حتى أترك المجال للأستاذ الفاضل. اتفضل يا سيادة النائب الرئيس الجليل. كلمة أخيرة، أن الثلاثة يتم اختيارهم بمعرفة المجلس الأعلى للقضاء، وأنهم يختارون من بينهم كوجهات نظرهم بإرادتهم الحرة الضيعة المختارة أكفأهم أو أفضلهم أو أقدرهم أو أحسنهم كيفما يشاءون، هذا صناعتهم. نعم. والريس يختار من بين اختيارهم ويتقيد من بين ما إيه؟ ما تم وقع الاختيار عليه. وهذا ما تم الموافقة عليه اليوم. وتمت الموافقة عليه. نعم. أرجو أن تبقى معي سيادة النائب. سيادة المستشار عبد المحسن، يعني ما قاله سيادة النائب، يمكن أولا محتاجين نعرف لماذا لم ترد الهيئات القضائية يعني على طلبات المجلس. المجلس قال ان هو عايز يعدل مشروع، هذا المشروع بقانون، فلماذا لم ترد الهيئه القضائيه؟ هل هو استهتار بالمجلس؟ وثانيا سياده النائب بيقول ان هو غير وعدل التعديل، ودلوقتي الرئيس بيختار من ثلاثه انتم ترشحونهم. اتفضل يا فندم. في البدايه تحياتي لسعاده النائب. نعم. أما بشأن اختار مجلس القضاء الأعلى لمجلس النواب بقراره، فما نعلمه أن مجلس القضاء الأعلى أرسل بالفعل ما يفيد الرفض، لا ما نعلمه وما اخترنا به من مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة لأنه صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى بيعبر عن رأيه ورأي القضاء، ورأي القضاء معلن أيضا من خلال نادي القضاء، بالإضافة إلى أن توجه وفد رفيع المستوى واجتمع مع السادة النواب في اللجنة التشريعية ونقلوا للسادة النواب رأي القضاء في مشروع القانون المقترح وأسباب رفضهم له، وهو أعتقد أنها أسباب كافية ليتراجع المجلس عن يعني عزمه عن إصدار القانون. طيب ده في جزء، الجزء الثاني بقى هو دلوقتي عدل المشروع بقانون وقال أنه يعني الهيئات القضائية بترشح ثلاثة والرئيس بيختار من هذه الأسماء الثلاثة، إذن فيعني هو قراره في النهاية ما هو ترشيحكم، يعني هو بيختار من ترشيحاتكم. مرة أخرى استقلال القضاء بيقتضي حتما وبدون أي مواربة، لأن احنا مش هنقول ما يخالف عقيدتنا، احنا مع احترامنا الكامل لسيادة الرئيس، ولكن بدون أي مواربة لازم تظل الاختيارات القضائية بجميع مستوياتها بأيد القضاء أنفسهم. هنا النص المقترح يعطي الحق للسيد رئيس الجمهورية في اختيار أحد السادة النواب المرشحين من قبل مجلس القضاء الأعلى. هنا قرار السيد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية وفقا للدستور يعتبر قرار منشئ للتعيين، وهنا يعتبر تغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن الخيار أو من يستطيع اختيار الأفضل هم القضاء أنفسهم وليس السيد رئيس الجمهورية، مع كامل الاحترام للسيادة. إحنا هنا تاني ما بنتكلمش على الرئيس سينا والرئيس صاد، مفهوم. النص المقترح من نادي القضاء، وإذا أردنا التعديل والتعديل يتوافق مع يعطي ضمانات أفضل لاستقلال القضاء، فلينظروا للنص المقترح من نادي القضاء. النص المقترح من نادي القضاء، وليتفضل سيادة النائب يبدي رأيه فيه، يعين رئيس محكمة النقد من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى
ممن رأسه إحدى دوائرها. وليس يرشحهم، يرشحه. طبعا يرشحه مجلس القضاء الأعلى. هنا مجلس القضاء الأعلى هو الأقدر على اختيار الأفضل، هو الأقدر على اختيار من يصلح لرئاسة مجلس القضاء الأعلى. طيب. ودون غيره، دون غيره، مع الاحترام الكامل للجميع. أرجو أن تبقى معي سيادة المستشار، وهاخد رأي سيادة النائب أحمد حلمي الشريف، لكن معايا سيادة النائب علاء عبد المنعم. اتفضل سيادة النائب. مساء الخير يا لميس هانم. مساء النور. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. شكرا، اتفضل يا فندم، رأي حضرتك إيه؟ الحقيقة أنا رأيي أن هذا القانون مخالف للدستور. وهذا ما قلته في اللجنة التشريعية وما قلته في الجلسة العامة. ذلك أن المادة 185 من الدستور توجب على مجلس النواب أخذ الرأي للجهات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها. ومن غير المتصور أن يكون هذا النص نص شكلي أو نص لجبر الخاطر، ولكن هو نص يحترم فيه رأي الجهات القضائية التي تختص وحدها وفقا للمادة 184، لأنها سلطة مستقلة أن تختص هي باختيار قيادتها. المشروع إن كان من يقول أن وسعنا دائرة الاختيار لا، احنا بنتكلم على منصب رئيس الجمهورية، المنصب الدستوري في الدستور بصرف النظر عن من هو رئيس الجمهورية. هذا القانون نقل سلطة رئيس الجمهورية، سلطة رئيس السلطة التنفيذية، من سلطة إصدار إلى سلطة اختيار. وهذا أمر يتنافى مع استقلال السلطة القضائية ومع النص الدستوري الملزم بأن يكون آراء السلطة القضائية محل اعتبار. السلطات القضائية، الهيئات القضائية جميعها بلا استثناء رفضت هذا القانون. فهل نحن أدرى بشؤون القضاء؟ لكن يعني سيادة النائب حلمي الشريف بيقول أنه لم يصل المجلس هذا الرفض. يعني لا يا فندم، احنا ما بنتكلمش في نحن هنسلم الرد على سركي، لا، احنا بنتكلم اولا رد مجلس الدولة وصل، ورد هيئة قضايا الدولة وصل، ورأي المجلس الأعلى للقضاء صرح به صراحة في بيان صحفي. فإحنا مش هنتلكك ونقول ده ما جالناش جواب. هل الخوف حاجة تانية؟ هل الخوف بس خليني بس أشرح لك حاجة سيادة النائب. هل الخوف عشان الناس تفهم بس ببساطة، هل الخوف هنا مش بقى فكرة التغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، الخوف هنا إنه رئيس الجمهورية يختار الأكثر ولاء له، الأكثر ولاء؟ ما بتكلمش على الرئيس مين، بتكلم على منصب رئيس الدولة هنا، إن هو يختار على منصب رئيس الجمهورية في الدستور. مظبوط، إنه رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، هنا يختار رئيس النقض أو رئيس الهيئات القضائية الأكثر ولاء له، الأكثر اتفاقا مع آرائه، مثلا لو كان ما بين النواب دول حد معارض مثلا أو حد مختلف معاه، فممكن إن هو ما يختاروش هنا ساعتها. هل هذا احد المشاكل اللي في الموضوع؟ طبعا. في نقطه تانية، السيد النائب احمد حلمي الشريف قال الان انه اجرى تعديلا في القانون الذي كان قد قدمه من قبل. هذا التعديل الذي غير من ملامح النص الاول لم يرسل الى الجهات القضائيه حتى يستطلع رايها فيه. يمكن لما كان التعديل يروح لهم يقولوا وانا اتعجب من ان هناك العديد من القوانين، العديد من القوانين الهامة جدا لا ترى النور، وهذا القانون نظر اليوم صباحا في الجلسة التشريعية، ونظر في ملحق جدول الاعمال في الجلسة المسائية في نفس اليوم. فانا اتعجب من هذه السرعة المريبة. ليه؟ في ايه؟ السيد رئيس المجلس النهاردة قال لي في ظرف استعجال، أنا استوضحته، قلت له ما هو ظرف الاستعجال الموجب لإدراج هذا القانون في الجلسة العامة في نفس اليوم؟ سألت السيد النائب أحمد حلمي الشريف وهو أكيد معانا على الخط دلوقتي، قلت له
يا احمد بيه، هو القانون بتاع السلطه القضائيه هينزل النهارده؟ قال لي لا، هينزل النهارده على الجلسه العامه. فانا فوجئت بانه نزل في الجلسه العامه. طيب المقصود يا مدام لميس، نعم، ان احنا ان لم نحترم اراده الجهات القضائيه فما هي الحاجه للنص على استطلاع اراء الجهات القضائيه في الماده 185 من الدستور؟ طيب شكرا سياده النائب علاء بن منعم. هيرد علينا سياده النائب احمد حلمي الشريف. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. انا عايز بس ارد في كلمات قليله. نعم. فيما يتعلق بحديثي اولا مع سياده المستشار محمد عبد المحسن، وصل رد رفيع المستوى من النادي والتقى بنا في اول جلسه حددت فيها مناقشه هذا المشروع، وتحدثنا بشأن إمكانية التعديلات اللي يمكن أن تطرأ. فقلنا له أن لابد أن يكون هناك مذكرة أو كتابا يرسله مجلس النواب إلى الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس القضاء الأعلى. وإن كان عندكم من وجهات النظر ما يمكن أن نستعين بها ونأخذ بها ونعتمد عليها، عليكم إرسالها أو تسليمها إلى مجلس القضاء الأعلى يرسلها لنا وفقا ل 185 من الدستور. وقلت لهم أمام الجميع، إذا كان الدستور لم يلزمنا بالتزام نحو أخذ رأيكم إلا استطلاع الرأي، لكن نلزم نفسنا أدبيا بوجهة نظركم إذا ما وصلنا ردا نحصل فيه توافقا كاملا بين التشريع، بين سلطة التشريع وبين السلطة القضائية. إلا أن الرد لم يصل حتى هذه اللحظة، وزي ما تفضل علاء بن منعم علمنا به إعلاميا ولم يصلنا مكتوبا مثل ما وصل إلينا من مجلس الدولة. هذه واحدة. حينما يتحدثوا عن مجلس القضاء الأعلى فقط عن طريق الإعلام، مسألة أعتقد لا يمكن بهذا الموضوع بهذه القيمة وبهذه الحساسية وبهذه الأهمية أن يكتفى بالحديث به إعلاميا ولا يصل الرد إلى مجلس النواب. دي حبيت أنوه عنها. الثالثة فيما يتعلق بالمشروع، المشروع قلت له فيما يتعلق بمناقشته لا يوجد مانع دستوري ولا لائحي أن أناقشه في اللجنة ثم أناقشه في الجلسة ما دام انتهى. نوقش في اللجنة أربع لجان متتالية على مدى شهرين كاملين يا أستاذ لميس. نعم. من أول يناير حتى ما اليوم يوم التصويت النهضة، كانت هذه الجلسة هي الجلسة الرابعة. فلم يدر على عجل ولم يؤخذ بغير حيضة ولم يدرس الدراسة الكافية، لا، بل بأربعة جلسات متتالية كل أو أغلب أعضاء اللجنة شاركت فيها والمضابط تشهد على كل منا أدلى بدلوه. الثانية والأهم من كل ذلك فيما يتعلق بالمشروع وفلسفته، مشروع فلسفة المشروع حينما أقدم تعديلا، إذا ما كان الأمر فيما يتعلق بالصلب لم يصلني ردا وأرسلت استعجالا فاستعجالا في استعجال ولم يعبأ بردا، كيف لم يلزمني الدستور أن أرسل التعديل لأنه لم يجب علي في أصل المشروع الذي قدم وفقا ل 185؟ فلا أكون ملكا أكثر من الملك. نعم. بشكرك سيادة النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية. سيادة، طبعا هذا كلام موجه لمجلس القضاء الأعلى، يعني ربما يكون له رد في ذلك، ولكن أرجع أسأل رئيس نادي القضاء كلمة أخيرة. سيادة المستشار محمد أبو محسن، ماذا ستفعلون الآن؟ الآن لدينا يعني تشريع، هل ستطعنون بعدم دستوريته؟ ماذا ستفعلون؟ تحياتي في البداية لسعادة النائب علاء عبد المنعم. نعم. بالنسبه بس ليا تعليق على كلام سعاده النائب احمد سريعا بس عشان الوقت سريعا ان شاء الله. سعاده النائب يعني كل ما يثيره انه بخصوص رد مجلس القضاء الاعلى. صحيح. يا سيدي، ما نعلمه ان مجلس القضاء الاعلى ارسل ردا مكتوبا، ده هذا ما نعلمه في مجلس ضبط. واضح ان في خلاف في هذا الامر. هذا طيب. بالاضافه كما قلنا انه اعلان، هناك اعلان صادر عن مجلس القضاء الاعلى، وقد قمنا بتكليف واجب رفيع المستوى من النادي واجتمع مع السادة النواب في مجلس النواب، وما وصلنا من مجلس النواب سابقا حينما زرناه في اول منذ تولينا، من السيد رئيس مجلس النواب اقر وتعهد بانه لا يمكن ان يمرر اي قانون خاص بالسلطه القضائيه الا باراده القضاء. هذا تعهدهم. مر هذا القانون. اكمل بعد اذنك. اتفضل.
هذا تعهدهم، تعهد سعادة النائب أحمد الشريف بأنه إذا رفض مجلس القضاء الأعلى ورفض القضاء مشروع القانون فإنه لن يستمر في نظره، يستمر المجلس في نظره، ومع ذلك استمر في نظره. بعد هذه التعهدات هل مطلوب أن يرسل رد مكتوب؟ إذا كان كل ما وصل إلينا من تعهداتهم بأنهم يحافظوا على القضاء، هتعملوا إيه يا سيادة المستشار؟ صدر القانون، يعني طبعا لا يجب أن يصدره السيد الرئيس، ولكن الآن التعديلات اتعملت، هتعملوا إيه؟ نحن نناشد سعادة السيد الرئيس الجمهورية، السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على استقلال القضاء، نطالب السيد رئيس الجمهورية بالحفاظ على استقلال القضاء، ونتمنى أن في هذا الوقت الذي يخطو الوطن فيه خطى ثابتة نحو الاستقرار والتقدم أن نظل نحافظ على استقرار القضاء لأنه هو ضمانة استقرار هذا الوطن. أيوة، هتعملوا إيه؟ هتحاولوا تقابلوا الرئيس مثلا؟ هتطعنوا بعدم دستورياته؟ إيه الخطوات؟ لأن ممكن تواصلنا بالفعل لتحديد معاد مع سيادة رئيس الجمهورية، وان احنا في سبيلنا لاتخاذ جميع الاجراءات الخاصه بدرء هذا الانتهاك عن السلطه القضائيه. هل الميعاد اتحدد سياده المستشار ولا لسه؟ لا، ما زلنا في التواصل مع هل هتطعنوا بعدم دستوريه هذا المشروع بقانون؟ هذا النص عرضه للطعن عليه، واحنا كنا نرضى بان يتم الطعن على هذا النص لانه يتعلق بمنصب رفيع. كنا ننزه المشرع عن انه يصدر مثل هذا القانون ويعرض مثل هذا المنصب الرفيع للطعن بعدم الدستوريه. اشكرك سياده المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي القضاء. ازمه بين مجموع القضاء وبين مجلس النواب، هل ستجد طريقها الى الحل؟ خلونا نخرج فاصل ونرجع.